وشوشه. ما اعتقدش ان انا عالمي تاني زي ما دي حاجه استثنائيه اتعملت. فالحاجه الاستثنائيه دي تعمل مره واحده، لو اتعملت تاني هتبقى ملهاش معنى. يعني هتعمل ايه تاني؟ انا عايزك تمسك القلم كده وتسمع وتشوف ايه اللي تاني ممكن يتعمل. كل حاجه ده، كل اللعبات وكل الحالات ده، عاملين فيه اغنيه فيست دانس بيرقصوا عليها في الافراح. انت عايز يعمل ايه يعني؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لكن انا بالنسبه لي انا خلصت اللي عندي ناحيه الفريق اللي بشجعه، اديت الواجب اللي عليا، لو انا عليا واجب زي اي واحد يعني بيشجع النادي ده، واديته في الوقت اللي ما كانش ينفع اي حد تاني يعمله. يعني الالبوم لما اتعمل عشان حد يغنيه، ما كانش فيه اي حد ممكن يغنيه على مستوى الكره الارضيه. ليه؟ لان احنا هنا في مصر وفي العالم العربي ممكن نغفر لواحد ان هو مثلا دينه غير دينك، او ان هو مثلا اراءه سياسيه غير اراءك السياسيه مثلا، لكن بيشجع نادي غير النادي بتاعك لا. على طول تلاقيه الراجل ده دمه تقيل على فكره، مش عشان زملكاوي ساتر، تلاقيه كده بيقول لك كده وهو بيتفرج. لا عايز شايف ده بتاع الزمالك ده يا عم، لا عم انا تعبان. حول لنا لحد تاني. ممكن جدا تاخد موقف من واحد عشان هو اهلاوي وانت زملكاوي وشفته مثلا متعصب قوي بتاع، فتقول لا ده راجل دمه تقيل. كتير قوي زملكاوي، بس في فرق ان انت زملكاوي فرق تطلع انا زملكاوي تقول نهار وليل. يعني في فرق. طب يا عم احنا عارفين ان انت زملكاوي، تعمل بقى البوم بقى واول دور واغاني وفي الراديو نسمعك وفي التلفزيون ترد لنا وكل ما زملك يكسب حاجه عزيز الشافعي. فانت لو انت اهلاوي يعني ومتعصب هتزعل يعني، هتتضايق يعني. يعني تبقى مثلا خسران الزمالك كسب الدوري وتلاقي اغاني عزيز الشافعي، هتحبه يعني؟ مش هتحبه طبعا، هتحول غصب عنك. لو انا في الموقف ده هعمل كده، لو لقيت واحد بيغني الاهلي طول النهار والليل كده وانا زملكاوي ومتعصب والاهلي كسبان وانا خسران ومتضايق، فهكره الاغاني. بس بقى في اهلاويه مش متعصبين، بيحبوا بحبك يا زمالك، وبيحبوا رايح في البلكونه، وبيحبوا زملكاوي انا، بيحبوا الاغاني دي، بيحبوا سلامات، يبعتولي او اشوفهم يقول لك بص بحبك يا زمالك دي انا اهلاوي بس بحبها، معرفش ليه. هو حبها كمزيكا. وهنا بقى هو مش متعصب، هو يعني واحد بيشجع الاهلي وبيحب الاهلي كل حاجه، بس ما عندوش مشكله ان في حاجه حلوه تعمل في الزمالك. وتلاقيه برده هو نفس الشخص ده لو لعيب حلو في الزمالك يقول لك انا بحب مثلا مصطفى فتحي ده لعيب. لو متعصب ما يتقوش يعني، زملكاوي متعصب ما يطيقش يشوف رمضان صبحي قدامه، شوفوش. لو شاف رمضان صبحي قدامه يعني هيبص الناحيه الثانيه، مش هيسلم عليه. الزملكاوي اللي هو يعني لعيب وحريف وفاهم في الكوره وروحه الرياضيه وبتاع يقول لك الواد ده برده عمل لقطه، برده عمل لقطه جامده برده مش اي حد يعملها. فيحب الحته دي منه، ما يحسش بالاستفزاز. بس احنا اغلبنا متعصب.